يا ام الله يساعدك. لا عين يا ام هم زين جيت يا ام. شكو يمه؟ يا ام ريدك تنظف السطح. يمه انا وين وين السطح اقدر اصعد السطح يا ام؟ رحمه الوادك والدنيا ليل ونهار بس مطر 24 ساعه نقعت الشوارع نقعت حصل علينا نطلع بالشارع هسه. يا ام خير رب العالمين هذا احمد الله وشكر على مطر رب العالمين. روح يمه يا خير رب العالمين. وليدي روح تنظف للسطح بهاي الماسحه لان هذا بيتنا قاعدين فيه الى هاي ترى علينا. يلا ابني بويا يا سطيح يا بطيخ انا تريدني انظف السطح شعليه بالسطح طبه مرض يا بويا الدنيا جاي تمطر ليل ونهار ما تقول لي خليها يغرق السطح وخليه يوقع حتى البيت انا على حتى بالبيت. وليدي شلون تقول انا على بالبيت لا براعيه صدق كذب نظف السطح قصبا عليك لا ما تفكك بالعقال زين وهاي المسحه يلا انت كل شيء وتكتني بالعقال بجاههم البنين وفاطمه الزهراء ان شاء الله تكون تنقلب حالوب الذب وصواريخ ان شاء الله وينهجم البيت وهذا سطح يعني هسه بهالمطر هذا اروح انظف انا جاي وراك والله لا ما نظفت الا كتب بالعقال هسه صعد وراك عارف.